السلام عليكم، تحية لجميع الإخوان وتحية لمنبر أصوات على المواكبة ديالو لمشاكل قطاع سيارة الأجرة لمدينة أسافي. يعني الإخوان هنا السائقين المهنيين يعتزمون تقديم عريضة في إطار تتمين مجهودات وزارة الداخلية لإصدارها الدوريات الوزارية الأخيرة 750-444 لكونها يعني تهيكل القطاع وللقضاء على المشاكل العالقة لهذا القطاع طيلة هذه السنوات، وكذلك في إطار النموذج التنموي الجديد لاحظنا أن هذه الدوريات الوزارية يعني غادي تحد من المشاكل اللي عرفت عقود من الزمان يعني وارتبطت بهذا القطاع وأثرت بشكل سلبي على السائق المهني بالمغرب. احنا هنا في اطار يعني تتمين مجهودات وزاره الداخليه، وكذلك كنلاحظوا ان بعض الهيئات النقابيه اليوم كاينه وقفه احتجاجيه بمدينه الرباط، وما عرفناش بانها يعني الملاحظ انها لا تتماشى وتطلعات السائق المهني. لذلك نحن نعتزم تقديم هذه العريضه لي يعني بلورت هذه الدوريات الوزارية على أرض الواقع، وتحية للجميع. تحية نضالية، معكم اختيار الرزاق سائق مهني لسيارة الأجرة الصيف الثاني. كنشكر المنبر الإعلامي أصوات، اليوم كنجيو لمكتب التنقيط باش كنناقشوا على حساب سيارة الأجرة. كنتفاجئوا بواحد البيان كاين تمايا، هذاك البيان كيخص سائق مهني. حنا اليوم على الداخلية في المذكرة 750-444-336، هذوك الناس اللي مشاو الرباط كينهضروا ما كيمثلونا شيء. حنا هما السائقين المهنيين، هذوك الناس عندهم عقود نموذجيه وعندهم قرارات عام باش كيخدموا. حنا هما السائقين المهنيين، واليوم كنطالبوا من السيد العامل ديال مدينه اسفي. حنا اليوم مجموعه من السائقين عندنا عريضه، غندفعوا للكتابه الضبط او للمكتب ديال الاقتصاد باش يفعل المذكره 750 كما قلت لكم 444 و336. وهذوك الناس اللي غيهضروا على السائق المهني على الاقل كانوا يشوفوا غير البيت ديالهم، يشوفوا غير مدينه اسفي. حنا اليوم كسائقين كنعيشوا عده اكراهات كثيره، وتحيه للجميع. انا كنقول لك تحيه نضاليه للاخوان اللي جاوا ضيعوا وقتهم وخلوا السيارات ديالهم وجاوا كيناضلوا معنا. انا دخل معك في الموضوع ديال الدوريات. مزيان. بغيت تفعيل الدوريات، لان هاد الدوريات هو البصيص والامال ديال السائق المهني. هاد الناس، هاد النقابه ديال الباترونه اللي كتقلب على المصالح ديالها، حنا راه بغينا مصالح السائق المهني. اعطيني ملي جا واحد الامال. دابا هاد الناس علاش داير هاد الوقفه اصلا؟ علاش؟ مالهم ما داروا وقفه نهار الناس ما شدوش الدعم، السائقين عرام ديال السائقين ما شدوش الدعم، مالهم ما داروا معاهم وقفه؟ داروا وقفه على المصالح ديالهم، حيت هذيك الدوريه غتقنن القطاع وغترد الشيفور غتردوا بشار. دابا السائق راه ماهوش بشار، كل الظروف المزريه كيعيش فيها السائق ديالو. نقدر نعيش لك نقول لك المشاكل ديالهم كاملين، الدعم ما شدوش، نزيدك ما عندوش تقرير العمل. اليوم خدام، اليوم خدام، غدا يصبح ما خدامش، وما عندوش سند قانوني باش يرجع للخدمه ديالو، ما عندوش. كيقول لك سير بحالك. ونقول لك واحد القضيه، بان احنا عندنا واحد الملف، وملف ديال الطرد التعسفي. كاين اللي عنده 30 عام ديال، كاين اللي عنده 30 عام ديال 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 المهنه ديال السياقه مع هذاك السيد. كاين اللي عنده 20، كاين اللي عنده 15، وفي التالي قبل ما عليك. احمد المكاكي، 32 عام، سائق مهني. كنشكر المنبر الاعلامي اصوات، وتحيه نضاليه للجميع. بالنسبه لي انا كنقول بان النقابات او الثمانيه لا تمثلوني، لا تمثلوني، لان هناك ايديولوجيا سياسيه تختلف عنا وعنهم. فنحن مع السائق المهني المزاول، ونحن نقبل شكلا ومضمونا المذكرات الوزاريه الصادره عن وزاره الداخليه. بالنسبه لنا احنا كسائقين مهنيين مزاولين، احنا ما عندناش لغه الوقفات الاحتجاجيه او التطرق الى امام الملحقه لوزاره الداخليه. بالعكس، احنا كنناضلوا من هنايا وكنناضلوا بصوتنا، وكنقولوا دائما باننا حنا راه مع الحكومه والقرارات ديالها اللي صدرتها. وبالتالي فان الناس اللي مشاو فانهم مستغلون، قد اقول لا، ليسوا بمستغلين. علاش؟ قد يكونون ممولين للتاكسي، مثلهم مثل ممول الحفلات. ف
فالذي يمول مثلا العرس ليس بصاحب العرس بل أصحاب تاكسي، فإن التاكسي لمن يقوده لمن يسوقه، وبالتالي فإن التاكسي هو للسائق المهني المزاول، وهو المعني الأول والأخير به، وهو الذي يستغل به طيله ساعات العمل، وهو الذي يكون مباشره مع الزبائن، وبالتالي فكلمته يجب ان تكون مسموعه. وشكرا للجميع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.